الحقيقه كلنا يعني خلال الفتره اللي فاتت كنا يعني بنتابع جلسات الحوار الوطني المجتمعي واللي كان بيناقش مواضيع كتير جدا الحقيقه، مواضيع خاصه بالاسره، مواضيع سياسيه، مواضيع خاصه بالتعليم. لكن اكتر حاجه الحقيقه كانت يعني لافته للنظر او لفتت نظري انا شخصيا يعني عرض قضيه مهمه جدا، وخليني اقول ان حلها هيحل ازمات تانية كتير. ويمكن لما هقول ايه هي القضيه اعتقد هي هتكون الزياده السكانيه. مره عايزه اقول لك يا نرمين وعايزه اقول لحضراتكم ان القضيه دي انا بشوف ان الاهتمام بيها واجب وضروري جدا، لانها واحده من اللجان المهمه اللي بنشوف مستقبلنا فيها او بنشوف ولادنا كمان فيها. كمان بنوضح او هي بتوضح لنا قد ايه الضغوط اللي هي بتتسبب فينا زي ما قالت نرمين بتسبب مشاكل تانية كتير جدا وعواقب كبيره جدا. عشان كده النهارده منورنا من داخل هو وهن دكتوره نيفين عبيد مقرر لجنه القضيه السكانيه بالحوار الوطني، واللي هنعرف منها يعني ايه المناقشه وايه اللي تم فيه المناقشه من خلال او من قبل اللجنه. اهلا بيكي ومنورانا. اهلا وسهلا حضرتك، منورانا في هو وهن. اهلا وسهلا. طيب احنا عندنا اسئله طبعا كتير جدا، لكن خليني في البدايه اعرف من حضرتك يعني الجلسه كانت يوم الخميس اللي فات 25/5، ابرز التوصيات او اهم النقاط اللي تم الحديث فيها خلال الجلسه. طيب هو احنا طبعا يعني اتناقشنا في نقطتين مهمين في القضايا السكانيه، اول واحده فيهم حوالين تشخيص القضيه السكانيه وان احنا نتوافق كمجموعات مختلفه وتيارات مختلفه حوالين اسباب الزياده السكانيه. اوكي. ودي الى حد كبير كان هناك راي عام في القاعه كده ان جزء كبير من المسببات للزياده السكانيه هو ارتفاع معدلات الفقر، وبقراءه الاحصائيات الاخيره الرسميه الصادره عن جهاز التعبئه والاحصاء على المسح الصحي للاسره المصريه بان جدا ان المحافظات الاعلى انجابا هي محافظات الصعيد والمحافظات الحدوديه. ارتفاع معدلات الانجاب في الريف اجمالا للصعيد عن المدن في الصعيد، والريف اجمالا عن الدلتا، يعني الدلتا اقل. فواضح ان كل ما بتدخلي في حيز المدينه كل ما بيبقى يعني معلش الريف اقل اكثر من المدينه، والصعيد اكتر من الدلتا من الريف. خلاص. وبالتالي كل ده يفيد ان كل ما بتدخلي الى حزام المدينه والحضر كل ما بيبقى فيه ميول او تفضيلات انجابيه للمواطن والمواطنه المصريه انها تقلل من عدد الانجاب او عدد الاولاد مقارنه باللي عايش في الصعيد او اللي عايش في الارياف. وده معناه ان احنا محتاجين نلتفت في ان يكون الريف له اولويه في سياسات التنميه بتاعتنا وأن يكون على خريطة الإنفاق الحقيقي علشان تقدري تحسني مستوى معيشة ونمط معيشة المواطن والمواطنة المصرية، فيساعديهم أن هم لوحدهم ياخدوا خيارات إنجابية ماشية في إطار تحسن الوضع العام. حاجة تانية ما يتعلق بالخصائص السكانية. الخصائص السكانية اللي هو تزودي نسب التعليم، تتجنبي الأمراض الوبائية والأمراض البيئية وأمراض الفقر، تشتغلي على الطفل، تشتغلي على الإعاقة اللي هي ما يتعلق بتركيبة الهرم السكاني. بس أعتقد أن احنا نسبة الوعي برضو عندنا يعني الحمد لله أن احنا بتزيد. هي أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة علشان برضو العلم ليه كلمة. مصر بتتذبذب في الزيادة، يعني جالها وقت كانت انحصرت فيها معدلات الزيادة عن دلوقتي وارتفعت، وما حققته دلوقتي اللي احنا محققينه دلوقتي اللي هو 2.8 ده، يعني اتنين وفي نسبة بتدخل في تلاتة من عائلين لتلاتة، ده انت كنتيش محققة من 10 سنين. أكيد انت كنت محققة في 10 سنين 3 و4 وأحيانا 4 و5. لكن اجتهادك في العشر استقرار اللي حصل 10 سنين اللي فاتوا قدرت تخليكي 2 و3، 2 من 2 لـ3 أولاد متوسط الأبناء. عايزين نبقى 2 ندخل في حيز الاتنين طبعا، علشان تقللي أصلا أسرة واحدة تاخد قرار باتنين ده موال يعني. لكن لا صدق أقوله إيه، أولاً إن أنت بتتراجع مش ما بتتراجعيش، مش العكس، مش زي ما الناس متخيلة أنها فزعة كبيرة، يعني أنت أحسن من قبل كده. لكن جالك وقت في الثمانينات والتسعينات كنت أفضل على الإطلاق، كنت ماشية في سكة 2 كفاية أيام ما كان في بقى كريمة مختار بتطلع طبعاً. واسأل استشير وانظر حولك، وكانت في حالة كده من الهمة بعد المؤتمر القاهرة الدولي للتنمية والسكان، يعني انتفضت مصر في أنها أسست أولاً المجلس القومي للسكان، خليته تابع لرئاسة الجمهورية، فالقضية كانت لها أولوية مطلقة. وكانت بدايات يعني نسبيا استقرارك بعد الخروج من الحرب كانت 85 تسعينات،
يعني مرحلة ازدهار كده مرت في البلد. بتتدهوري تاني وبتتراجعي تاني على فكر حسب فكر الست بقى دكتور. فكر الست لازم يبقى ايه هو اللي موجود، وانا عايزه اقول لحضرتك 4 و5 يس. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه مهمه، ان قرار الانجاب في بعض البحوث بيقول ان الراجل جزء من اللي بياخد القرار وبيفرضه. مش في مصر يا دكتور، خلينا نتفق يعني. يعني هي طبعا ممكن تكون جزء لان احنا كمان عايزين نخلي وسائل تنظيم الأسرة متاحة للجنسين. يعني أنت محتاجة، لأن برضو الستات ممكن تكون بتتعب من وسائل تنظيم الأسرة طبعا. يعني عندك دراسة أخيرة من منظمة الصحة على حالة مصر بتقولك أن الستات بتهجر الوسيلة في 12 شهر الأولى من استخدامها. يعني ما بتستمرش. ممكن ما بتستمرش لأسباب كتير، بس جزء من الأسباب أنها ممكن تكون للوسائل المختلفة وأثار جانبية مختلفة، ما بتبقاش عارفة الوسيلة اللي تناسبها أكتر. الوسائل غليت جدا، الوسائل مش موجوده في المناطق الاعلى انجابا. وبالتالي انت محتاجه كذا حاجه، محتاجه تشتغلي على توعيه بوسائل تنظيم الاسره وللجنسين. محتاجه تشتغلي على الستات في انهم ياخدوا الوسيله اللي تناسبهم وتريحهم فترات طويله. محتاجه تقولي لها تعمل شيفت ازاي على وسيله تانية لو هي احتاجت انها تغير الوسيله. خلاص. ومحتاجه انك توفري الوسيله. وكان في كلام في القاعه الخميس اللي فات جيد جدا حوالين ان لماذا لا يتم تصنيع وسائل تنظيم الاسره محليا. يعني تصنيع زي ما حاجه كده في اطار تصنيع الدواء يبقى تصنيع الوسائل. انا كمان كنت سامعه ان يعني من ضمن الحلول او يعني حاجه يعني بتطرحوها ارتفاع سن الزواج للرجل يبقى 21 سنة. 31 هو البيان الإعلامي الأخير 21، بس 31 دي غريب يعني كبيرة شوية. 21 سنة وبعدين ما تضمنيش برضو يعملوا 18. ايه في الفترة دي؟ يعني الرجل ارتفاع في معدلات التحرش يعني الولد 21 والبنت 18. هو طبعا في حزمة من التشريعات زي ما أنا أوضحت سلفا، في مطلب في إطار الإصلاح الهيكلي والمؤسسي للملف، إنك تخلي المجالس المستقلة، المجالس القومية، السكان وأمومة وطفولة دول مستقلين. خلاص. وعندك استراتيجية وطنية للسكان 15-20-30 يعني من 2015 محتاجة مننا إحنا نشتغل عليها، ونطلع تقرير تقييم ومتابعة مش تتنسي في جهايب النسيان والأدراج، والناس ما تبقاش ماشية على خطة عمل واضحة، وإنما يكون هناك متابعة لها. الأمر الثالث حزمة التشريعات والإجراءات، هو أحد أهداف الحوار الوطني إجمالا في كل المحاور. ما دلنا كنت لو حرك إحنا عرضنا التحديات وكل حاجة، إيه بقى الحلول اللي تم طرحها؟ إيه محتاجة الحلين اللي قلتهم لك دلوقتي دول أحد يعني أحد التداخلات على مستوى التشريع. أنت محتاجة تفكري في 3-4 قوانين مهم إنك تحاولي تمرريهم الفترة اللي جاية لو القضية السكانية عايزة تبقى أولوية. واحد، بالقطع قانون لتجريم الزواج تحت 18 سنة. كنت لسه هفتحك في القصة دي اللي هو جواز القاصرات. أيوة، لأن أنت لما بتجوزيها بتزودي عدد سنوات الخصوبة، دي متجوزة من 13 و14 سنة وممكن تبقى قابلة للإنجاب أو قادرة على الإنجاب طبعا. لغاية 49 و50 صغيرة قدامها الحياة تخلف مرة واثنين وثلاثة وأربعة. ناهيكي على أنها بتتعرض للطلاق، ربما نسب ارتفاع الطلاق. ناهيكي على أن كمان الأبناء القاصرات مش بالضرورة يكونوا أجيال صحية وعندها قصور، وفي ارتفاع في معدلات التقزم بين الأطفال، والتقزم ده تحديدا نتيجة سوء تغذية الأم. فأنت عندك كوكتيل كده من المشاكل المرتبطة بفكرة الزواج المبكر وسوء التغذية والفقر. الحاجة التانية انك محتاجة تشتغلي على عمالة الطفل، محتاجة تعملي قانون لتجريم عمالة الطفل، لان جزء من اللي بيحفز الناس على الانجاب انه يشوفوا العيال دي رزق وراس مال، فيشغلوا يساعدني يشغلوا يسندني. لكن لو احنا خدنا موقف من عمالة الطفل هتساعدي بشكل كبير، اولا ان الطفل يرد الى المدرسة مرة اخرى وفتحدي من التسرب، هنهتم بيه وبكيانه، فتحدي من التسرب. اتنين، ان فكرة ان الطفل يشتغل عشان يساعدني دي فكرة مش يعني لازم تواجهيها لانها طبعا سائدة في البيئات اللي محتاجة. نمرة تلاتة، ان حتى لو احتجتي ان طفل بعد الخمستاشرة، طبعا يقال عليه طفل حسب ادبيات الامم المتحدة بس هو يعتبر يافعين، ممكن يشتغل بس يشتغل بظروف آمنة وخارج شهور العام الدراسي. طيب أنا هرجع تاني لحضرتك، لأن يعني زي ما احنا بنتكلم إن يعني موضوع أو الحوار المجتمعي الوطني بيتناقش فيه كذا قضية طبعا، فإحنا خلينا ناخد معنا تليفون هنتكلم بقى من ناحية الأسرية. معنا دكتور نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني. دكتور نسرين أهلا بحضرتك.
دكتور نسرين، هي دكتور نسرين معانا ولا مش معانا؟ طيب احنا هنرجع لحضرتك تاني يا دكتور نسرين للمداخله، ولكن خليكي حضرتك تكملي كلامك. اتفضل. فاحنا عايزين نعمل قانون لتجريم الزواج المبكر، قانون لحمايه الطفل من العماله الخطره تحديدا، لان في البيئات الفقيره ممكن يشتغل في محاجر في مدابغ، ودي حاجه خطره بالنسبه له، بالاضافه لارتفاع معدلات التسرب. زي قانون اتاحه للمعلومات.